الصوت واضح، مش اللي هو جاي من بعيد يعني، مش نغمشه او اللي هو افكت كده سوفت وير مضروب. هنا الصوت رياليستيك وواقعي جدا لدرجه انت تحس ايه ده وايه اللي بيحصل. السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد مع عمر دايزر. ايه الاخبار يا جماعه؟ ان شاء الله جميع بخير. وعن نفسي شخصيا ما بشوفش نفسي كفان بوي لشركة معينة، إن شركة موبايلات يعني معينة تحديدا. أنا دايما بحس نفسي بشجع اللعبة الحلوة، يعني يمكن النهاردة عشان أنا بجرب أجهزة كتير على مدار السنة، ولكن أنا في طبعا شركات بحبها، لكن بحبها لما بتعمل حاجات جديدة، حاجات مفيدة، بتقدم لنا تكنولوجيا مبهرة، لكن نفس الوقت لما بتعمل حاجات برضو مش مناسبة أو حاجات تحسها مش الخطوة الصحيحة بنتقدها في هذا المجال، مش اللي هو ماشي وراها مباشرة مع اي حاجة تعملها. وطبعا واحد من اكبر صراعات الفان بويز عبر التاريخ هي انت ابل ولا اندرويد. طبعا في صراعات قوية جدا على مدار العصور في هذا الموضوع، وناس بتضرب من بعض هنا وهنا ومشاكل كبيرة. انا عن نفسي شايف نفسي برا هذا الصراع الحمد لله. انا عنديش اي مشكلة مع اندرويد وعنديش اي مشكلة مع ابل، وبستخدم ده وبستخدم ده وكول جدا مع الاثنين. ويمكن شركة ابل هي اكبر شركة عندها فان بيس او اكبر قاعدة معجبين بيحبوها جدا وبيتابعوها بشكل مباشر وبيشتروا حاجاتها كل سنة بلا تردد وبلا تفكير. وخلينا لكم الموضوع ده اكيد مش من فراغ. والنهاردة انا عايز اوريكم واحكي لكم عن حاجة لسه مجربها حديثا جدا من شركة ابل وابهرتني بشكل رهيب جدا بصراحة. حاجة جديدة وتجربة عمري ما حسيت بيها قبل كده، ولحظات زي دي بقى هي اللي تخليك تفتكر ليه ابل هي ابل، ليه ابل فعلا ليها رمز كده في جانب الابداع. ده ايفون 11 برو، دي سماعات ايربودز برو، منتجين عندي بقى لهم فترة طويلة جدا، حافظهم ومستخدمهم كتير وعارف فيهم كل حاجة، مفيش مفاجآت. ولكن بابديت صغير جدا جدا اتفتح لك تجربة مختلفة تماما وحاجة رهيبة. في مؤتمر المطورين اللي فات بتاع ابل WWDC، ابل كانت اعلنت عن ابديت هيوصل لسماعات الايربودز برو عشان يضيف لك شوية مميزات وخصائص جديدة. الابديت وصل بقاله كام يوم وانا بجربه بقالي كام يوم، واذا انت عندك ايربودز برو لازم تجربه فورا. هي المشكلة هنا ان الابديتس اللي بتوصل للايربودز برو يعني مش هتعرف انها وصلتك غير مباشرة شوية، ومفيش طريقة معينة انك تعمل ابديت بمزاجك للسماعة. انت طول ما هي مشبوكة المفروض هيوصلك الابديت في وقت ما. لما تدخل على البلوتوث سيتنجز وهتلاقي ايربودز برو، اضغط على علامة الاي دي وانزل تحت هتلاقي عندك الموديل نيم والموديل نمبر وهتلاقي الفيرجن بتاع السوفت وير. انا عندي هنا زي ما انتم شايفين 3A283. اذا انت لسه ما وصلكش الابديت فغالبا هتلاقي الفيرجن ده عندك مثلا 2D او 2C وشوية ارقام كده، مش 3 هو لسه نازل جديد. وعشان تعمل ابديت او اسلم طريقة عشان تلاقي الابديت، اسهل طريقة فعليا، حط الايفون بتاعك في الشحن، ده اللي انا عملته شخصيا، وحط الايربودز برو في الشحن وصلها بالكيبل بتاعها، وخلي الكيس مفتوحة وخليها كونكتد مع الايفون، وخلي الايفون متوصل بالواي فاي، وسيبهم بقى كده وشيك كل شوية، كل نص ساعة جات على بص وشوف على الرقم هتلاقي مثلا لسه 2C ولا تحول 3. انا عملت كده فعليا وسبتها ونسيتهم اساسا، وجيت تاني يوم لقيتها عملت ابديت. ما بيجيلكش نوتيفيكيشن، ما بيظهرلكش حاجه في سيتنجز، فجاه كده بتلاقي عملت ابديت لوحدها. شوف، اول ميزه مع الابديت الجديد هي الاوتوماتيك سويتشنج. اذا عندك ايفون وعندك ايباد او ماك او ابل تي في، المفروض ان الايربودز برو دلوقتي تقدر تشبكها مع كل واحد فيهم، ولما تشغل المحتوى في واحد فيهم وبعد كده تعمل بوز وبعد كده تشغل محتوى في واحد تاني، الصوت هيتنقل مباشرة من غير ما تحتاج تدخل البلوتوث سيتنجز ولا تطلع منها ولا تعمل ديسكونكت ولا بير ولا انبير ولا اي حاجة. بس بلاي بوز بلاي بوز، الصوت بيشتغل من هنا او من هنا حسب انت بتشغله فين مع نفس السماعة. دي حاجة لطيفة شفناها قبل كده. وعلى فكرة اذا انت عندك ايفون بيحاول مباشرة لما يجي لك مكالمة على الايفون، طبعا عشان المكالمة هنا اولى ان الصوت يطلع من السماعة. ميزة لطيفة اكيد وبتسهل الحياة جدا، لكن طبعا شفناها قبل كده وموجودة اوريدي في سماعات تانية كتير موجودة في السوق. بس الحاجة التانية بقى والميزة الاساسية اللي جت في الابديت ده واللي مش موجودة على اي حاجة تانية في السوق، حاجة اسمها سبيشال اوديو. ابل كانت اتكلمت عنها قبل كده في المؤتمر، والفكرة اللي انا سمعته منهم ان يكون الصوت متوزع حواليك، كان هي عندك صوت سراوند، كانها بتعمل محاكاه يعني او سيميوليشن لمثلا سماعات 5.1 او 7.1، كان في 5 سماعات او 7 سماعات متوزعين حواليك، فتحس الصوت جاي من هنا او من هنا او من هنا او من هنا. كل ده برضو حاجات
شفنا شبهها قبل كده بديجري معينة، مش موجودة قوي يعني في السماعات الصغيرة دي، لكن موجودة يعني في العالم في سماعات أكبر شوية. بس خليني أقولك بقى إن مع الأبديت ده الموضوع مختلف هنا تماماً، مختلف عن أي حاجة ربطها قبل كده في موضوع السراوند وما إلى ذلك. أنت لما تفتح البلوتوث سيتنجز مع الإيربودز برو هتلاقي حاجة اسمها سبيشال أوديو، هنا تقدر تشغلها. الكلام ده ما كانش موجود قبل الأبديت، لازم تنزل الأبديت عشان تشوف الأوبشنز دي. وبيقولك هنا عايز تشوفها إزاي شغالة، بيقولك هنا الاستيريو أوديو شغال لك صوت دلوقتي، أنا سامع صوت في السماعات لصوت بيتحرك يمين وشمال زي ما بيحصل كده في الصوره، حاسس الصوت جاي من يمين شويه وبعد كده بيلف للشمال شويه وما الى ذلك. طبعا الاستيريو اوديو ده هو التقليدي اللي كانت شغاله بيه الايربودز برو قبل كده، وتقريبا كل السماعات الموجوده في السوق من هذه الفئه الصوت بتحسه جاي من السماعه جاي في ودنك كده مباشره. بس الاوبشن الثاني بقى هو السبيشال اوديو، ده لما تحول على السبيشال اوديو بدل ما هم نقطتين او مركزين للصوت دوس هنا بقى بتلاقي بقى في خمس مراكز للصوت. وفعليا هي نغمة بسيطة كده اللي شغالة، نغمة عمالة تتكرر، في زي صوت كأن ماسك بتاعت ملح كده عمال ترجها مع نغمة كده بسيطة. والصوت دلوقتي تحسه بعد، صوت راح بعيد عن وداني كده كأنه جاي من حتة بعيدة شوية في الاستوديو. فمع الاستيريو صوت جاي من هنا زي أي سماعة، صوت جاي مركز جوه ودنك. ما تحاول على السبيشال اوديو الصوت بيروح بيروح، يعني بحس ان هو موجود هنا دلوقتي، في حاجة طالعة الصوت الملاحة ده بقى موجود هنا او هنا او هنا. والحاجه بقى الاقوى والرهيبه بقى فعليا ان انا بحرك راسي يمين وشمال الصوت بيتغير. خلينا نشرحها دلوقتي بشكل احسن شويه، بس نعملها turn on for supported videos. وخلي بالك ان مش اي حاجه بتشتغل مع السبيشال اوديو ده، وسبيشال يعني بقى فيه سبيس جاي كده من مكان حواليك زي ما بتحكي لك دلوقتي. من ساعه ما نزل الابديت في ديموز كتير جدا لموضوع السبيشال اوديو كده زي كليبات تسمعها عشان تحس بهذا الايفكت. الخلاصه ان اي حاجه بتدعم دولبي اتموس هي اللي بتشغل فعليا السبيشال اوديو. في فيديوهات هيقول لك دي بتشغل سبيشال اوديو زي مثلا كليب زي ده كده تحس ان انت في الغابه وفي طيور بتطير من جنب ودنك اليمين تروح لجنب ودنك الشمال ومعرفش ايه، والايفكت رهيب. الايفكت فعليا زي ما قلت لكم السماعه مش في ودني، انا حاسس ان في حاجات حواليا، موضوع مزاول جدا وواقعي جدا جدا. بس مش هي دي برضه الحاجه المبهره، انا جربت الموضوع ده قبل كده، انا قعدت ادور كده على النت ايه اللي بيشغل السبيشال اوديو فعليا، هل هو ده بس كده موضوع السراوند معرفش ايه، واتضح ان ولا يوتيوب ولا نتفليكس ولا امازون برايم ولا معظم الخدمات الموجوده ولا او اس ان، معظم الخدمات دي لا تدعم حاليا السبيشال اوديو. الحاجه اللي جربتها ولقيتها شغاله فيه فعليا هي ابل تي في. طبعا ابل تي في تحديدا عشان الموضوع هنا لسه في البدايه، هو مش اكسكلوسيف على ابل تي في، المفروض بعد كده يشتغل على يوتيوب، على الميوزك حتى اللي موجود عندك على الجهاز، اي حاجه بتدعم دولبي اتموس، اي ستريمينج سيرفيس بعد كده، اي افلام هتنزلها، او حتى كمان الجيمز اذا بتدعم هذه الموضوع. وطبعا طالما الاوبشن والخاصيه جايه من ابل فاتوقع انها هتنتشر وتتوزع بعد كده كتير. انا مش مستخدم عامه لابل تي في، ولكن ممكن تفتح اي تريلر اي اعلان لاي فيلم هنا، والموضوع هنا مش محتاج انك تقعد تسمع كتير عشان تحس بالفرق ومش محسوس معرفش ايه. هنا مباشره اول ما تشغل اي حاجه هتحس بشعور مختلف تماما عن اي حاجة سمعتها في حياتك في جانب السماعات. شوف هو الموضوع صعب يتوصف شوية، ولكن اقرب تشبيه اقدر اديهولك عن السبيشال اوديو وهو شغال بشكل مظبوط السينما. لو دخلت سينما قبل كده عارف اجواء الصوت اللي حواليك عامل ازاي، او بلاش سينما، لو في ساوند سيستم قوي جدا عندك في البيت وتلفزيون كبير ومعرفش ايه، هنا الصوت جاي من مكان، هنا الصوت مستحيل تقول ان هو موجود من السماعة نفسها. وبعدين المكان ده ثابت مش بيتحرك، لو انت بتتحرك الصوت موجود في مكانه، عشان كده بقول لك يا شبه السينما. عارف نكون لسه داخل السينما والفيلم شغال على السكرين والصوت جاي من هنا، بس انت رايح تقعد على الكرسي بتاعك وماسك البوب كورن ومعرفش ايه، بتبقى سامع الصوت جاي كله ناحيه ودنك اليمين. هي نفس الكلام، لو انا باصص كده مش باصص للشاشه الصوت كله جاي من هنا، والصوت واضح مش اللي هو جاي من بعيد، يعني مش نغمشه او اللي هو افكت كده سوفت وير مضروب، هنا الصوت رياليستيك وواقعي جدا لدرجه انت تحس ايه ده وايه اللي بيحصل. والافكت او التاثير هنا مش اون واوف، يعني مش اللي هو يا يمين يا شمال يا قدام، هنا الصوت بيتدرج، يعني كل ما تلف راسك بالراحه كده وانك تلف يمين شويه او شمال شويه الصوت بيلف معاها. الصوت تحسه جاي من الموبايل نفسه، تحسه جاي من شاشه الموبايل، هنا مصدر الصوت، مصدر الصوت فعلا انا مش حاسس اطلاقا ان هو جاي من وداني، انا حاسه جاي من بعيد وواصل لوداني. الايفكت رهيب يا جماعه،
السبيشال اوديو فعلا حاجه بتغير تماما تجربه مشاهدتك لاي حاجه هنا. طبعا هو لسه محصور على حاجات معينه زي ما قلت لكم، بس تجربه رهيبه وانا متحمس جدا ان اوصل لحاجات كتير. الفكره غريب، لازم تجربه. اذا عندك ايربودز برو لازم تجربه حالا، اذا ما عندكش انصحك جدا تجربه من حد صاحبك او حاجه، عشان فعلا تجربه عجيبه. والتريكه او الايفكت بتاع انك تحرك راسك في الصوت يتحرك معاك دي، يعني ده جزء من التجربه. الصوت حتى وانت باصص الموبايل مباشره من غير ما تحرك راسك متوزع حواليك بشكل رهيب، فعليا في مساحه زي ما بقول لكم، يعني صعب اوصفها اكتر من كده، بس هي فعليا سبيشال اوديو. في مساحه حواليك، في مسرح، في سينما انت قاعد جواها، وموضوع انك تحرك راسك يمين وشمال والصوت يلف معاك دي بتاكد الايحاء والافكت جدا ان انت مش لابس سماعه، انت جوه الصوت. حاجات زي دي بقى هي اللي بتخليني ارجع افتكر تاني ليه ابل هي ابل، ليه ابل عملت الاسم الرهيب ده في عالم الابداع والحاجات الجديده. ويخليني افتكر برضو ان السوفت وير اهم من الهارد وير. مجرد ابديت صغير في السوفت وير، باتش مش عارف كام ميجا، اديتك تجربه مختلفه تماما من نفس الهاردوير العادي. ممكن يكون في هاردوير اقوى من ده بكتير ما فيهوش الخاصيه دي، انا هفضل الهاردوير الاقل مع الخاصيه دي بسبب السوفت وير. انا عارف ان ابل ليها ريتم كده مختلف وبطيء شويه عن باقي الشركات، والحاجات اللي بتتوقع انها تنزلها لك دلوقتي ما بتنزلش دلوقتي، بتنزل بعد كذا سنه وما اعرفش ايه، بس بين الحين والاخر ابل بتطلع كده بحاجه اوكي، يعني تفتكر كده لا خليكم نايمين واطلعونا بحاجه تانية بقى زيها تاني، ما عنديش مشكله استنى ولاقي حاجه مفاجئه زي دي. ودي اكيد كمان حاجه بتحمسني جدا لمؤتمر ابل القادم اللي ان شاء الله هتعلن فيه عن الايفون 12، ومحتمل تعلن فيه كمان عن سماعات ايربودز ستوديو، سماعات اوفر اير، ولا اول مره من ابل شفنا لها كام صوره كده. يحتمل كمان يكون سعرها غالي، في تسريبات انها يكون سعرها 600 دولار، ولكن اذا الايربودز المفعوصه الصغيره دي بتطلع صوت زي ده مع خاصيه زي السبيشال اوديو، فسماعه كبيره زي دي متخيل انها تغير تماما طريقه سماعنا لاي حاجه بعد كده. ومتحمس اشوف الموضوع ده جدا في الجيمز، تخيل تجربه زي دي في الجيمز، لما بتلف راسك تحس انت جوه الجيم فعليا، حد بيضرب من هنا ومن هنا، الموضوع رهيب يا جماعه. وبس انا حبيت اعمل فيديو مختلف كده احكي لكم عن تجربتي دي عشان فعلا تستاهل انها تتحكى عليها. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك عنيف، يا ريت تشتركوا في القناه وتشغلوا جرس التنبيهات عشان معانا كل الفيديوهات الجديده اول باول، وتكونوا كمان معانا ان شاء الله في ضغطيه مؤتمر ابل مباشره بعد المؤتمر على طول. ويا ريت كمان تتابعوني على انستغرام، فيسبوك، تويتر، او كده تحت الفيديو. اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. سلام.